السلام عليكم. كنت السلام عليكم مصطفى. الحمد لله بخير. بقول لحضرتك بس انا عايز استفيك في حاجة يا شيخ مصطفى. دلوقتي حضرتك انا والدي توفي من 2010. قل الله يرحمه. قل الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. أيوه. أيوه. فكان عندي اخين ايتام. تمام. أيوه. فالمهم دلوقتي فيهم اخ عنده 26 سنة. ايه. فاخويا دوت جينا اول ما استلم فلوسه، واحنا الحمد لله متربين في المسجد وصحبتنا كلها صحبه طيبه من فضل الله الحمد لله. اول ما بلغ 21 سنة احنا عرفنا ان الفلوس الزيادة عن فلوسه اللي هي في المجلس الحزبي يعني هتطلع، لان هي فلوس ربوية. طيب. سألنا كذا حد وقال لنا كده، وهو طيب. كان على يده هو. فطبعا لما استلمنا الفلوس فهو ساب الفلوس معايا، قال لي دول كده فلوسي اللي هو رأس مالنا، ودول الفلوس الزيادة انا مش عايزهم. طيب. يعني دي كده فلوس ايه ربوية على ان احنا اللي على اللي سألناهم. تمام. بعد فالفلوس دي انا طبعا ايه احنا طلعناها في واحده مثلا من ارمله، في حد مثلا كان محتاج، في حد كان هيتحبس ومزنوق، طلعت الفلوس دي. فجه هو سمع فتوى لحضرتك من قريب ان حضرتك في قولين، ان في قول ان انت ينفع تاخد الفلوس دي عشان الفلوس دي متاخده يعني انت ما استلمتش فلوس اصلا، وفي قول تاني ان هي فلوس ربويه وما ناخدهاش. فهو مشي قال لي لا انا عايز الفلوس دي. انا دلوقتي انا معيش الفلوس دي. لا ليس عليك إثم الآن لأنك أنفقتها بتعليماته. هو كان موافق على الكلام ده من الأول. طب أنا فهو بيقول لي إزاي يعني أنت ما كنتش بتاخدها من الناس لما تديها لهم؟ ليس عليك شيء. خدها منهم إزاي؟ ليس عليك شيء. جزاك الله خير.